يكون وفر اللقاح للمواطنين المغاربة وبالكمية الكافية فوق الندرة. ما نتكلموش على السعر ديال اللقاح، لان كاين السعر ديال اللقاح اللي غالي باهي الثمن. المهم هو ان في الندره قدر المغرب يوفر اللقاح وقدر يحقق نسبه من التلقيح جد عاليه. وشوفوا غير في الجوار النسبه اللي حصلنا عليها المغرب راه نسبه تقريبا تقارن مع النسب ديال الدول الاوروبيه. هذه النسبه ديال التلقيح خلات المغرب يحصل على واحد المناعه. حنا مازال ما وصلناش للمناعه الجماعيه، ولكن حصلنا واحد المناعه. حيت السؤال اللي كيبقى دابا، واش هذا التلقيح عنده افاده ولا ما عندوش افاده؟ واش استفدوا الناس من التلقيح؟ درنا دراسات ونعطيكم واحد المؤشر بسيط. شفنا قارنا الناس اللي جاهم الكورونا من الاول ديال الجائحه والناس اللي جاهم الكورونا من بعد ما بدينا العمليه ديال التلقيح، وشحال العدد ديال الناس اللي دخلوا للانعاش، وشحال العدد ديال الناس اللي خرجوا من الانعاش، وشحال العدد ديال الناس اللي توفوا. وخرجنا بخلاصات ان العدد ديال النسبه ديال الناس اللي تصابوا بكورونا وفي الانعاش وما داروش التلقيح 4 المرات اكبر من الناس اللي استفدوا من اللقاح. فبالتالي هذا مؤشر بسيط ولكن عنده دلاله كبيره. واش حيت شنو المطلوب منا اليوم؟ مطلوب منا ونحافظوا على شروط السلامه الصحيه. بغينا سيدنا الله يسرو صاحب الجلاله دار في صلب الاهتمام ديالو المواطن المغربي، واولا وقبل كل شيء الصحه ديالو، عاد من بعد المسائل الاقتصاديه والاجتماعيه اكسيتيرا. هذا هو وكانت المجانيه ديال اللقاح باش نحافظ، حيت الا ما حافظناش على السلامه الصحيه ما كاين لا اقتصاد ولا حاله اجتماعيه ولا هو. فإذا ملي نكونوا كنتكلموا على الحاله الوبائيه والحمله الوطنيه التلقيح، لازم ما نستحضروا الاستحقاقات اللي وصلنا لها حتى وصلنا لهذ النتائج اللي اليوم كنحصلوا عليها. اذا كنتكلموا على 24 ملقح. من النهار اللي بدينا التلقيح حنا كنقولوا بانه في وصلات ان اللقاح لازم يكون عندك اعراض جانبيه، كاين البسيطه منها وكاين اللي كتقدر تكون عنده كثيره، ولكن يعني الربح من عملية التلقيح أكبر بكثير من الآثار الجانبية. حاجة جبتوا لي واحد الموضوع ديال هذا اللقاح، واش كونتر بوند واش كونتر، بالله عليكم واش الندرة ديال اللقاح والبرنامج اللي كي ديال الاقتناء ديال اللقاح راه عنده واحد المسطرة، ماشي نقولوا وطنية دولية. راه ما يمكنش اللقاح يوصل للبلاد إلا ما كانش الشروط ديال ديال المحافظة عليه من ناحية التبريد والتكييف وداك الشيء يوصل باش يبقى النجاعة ديالو والفعالية ديالو، سواء كان داخل في البروغرام اللي في الاقتناءات اللي دارت البلاد أو في البروغرام ديال كوفاكس. فبالتالي زعما من العبث أن نجيو نضربوا هذا المجهود كبير ونقولوا راه حقا راه شراوه كونتر بوند. فينا هو كونتر بوند؟ كاين كونتر بوند الفاكسان؟ ما كاينش حتى شي دولة اللي يمكن لها تراهن وتزعم وتشري شي فاكسان كونتر بوند. لان يعني اولا الا مشات تدخلات كونتر بوند، كيفاش دخلات؟ حتى الدول كلها غادي تسال منين داز. بالتالي ما يمكنش، كاين عندنا لا تراسابيليتي. وحتى الا كان عندكم حب الاستطلاع في هذه المساله هذه، كيمكن لي نديروا لكم واحد جلسه مع مديره ديال الادويه وتشوفوا جميع الوثائق اللي كدل على تراسابيليتي ديال الفاكسان، وعند اللجنه اللي كتصادق على الفاكسان باش منكون، وفين الدراسات اللي داروا اللي كدل على شكون هو اللي فابريكا وشكون اللي والشروط السلامه ديالو، عاد باش كنجوزوه للمواطن المغربي، ماشي كنجيو نديروا نفس هذا. هاد الايامات كانوا كيقولوا على البقع، مع البقع كاين واحد ثلاثه ديال لي سونتر اللي وقعوا فيهم. شنو المشكل؟ وحنا شرحناه في بلاغات ان ملي كتقبض لاسورانك، حيت وقعت في الفاكسان ديال فايزر، باش نكونوا الفاكسان فايزر الخاصيه ديالو ان خصك دير ليه لا ديليسيون وعاد دوز دير ليه ديرو في لاسورانك باش دير ليه. ملي كدير لا ديليسيون كدير اون سورانك وحدها، وملي كدير الفاكسان كديرو في سورانك وحده اخرى. لا سورانك اللي درنا في الكاوتشو باش دير لا ديليسيون، الطريقه باش دخلت لا سورانك بحال قطعت الون بورت بيس داك الكاوتشو وهبط ملي دار الريحل البيستون وهبط في هذا. فبالتالي وشرحناها، وهذه المساله هذا الاكسيدون وقع ماشي غير في المغرب، وقع في بزاف ديال الدول. علاش؟ لان خصك ملي تدخل الطريقه باش تدخل ما خصكش دور بواحد لافيتيس كبيره.
على داك الشيء راه شرحنا باش نقولوا راه ما كاين حتى شي مشكل، راه وقع ان اكسيدون، وجميع في جميع الاحوال راه كيقدر يوقعوا دي اكسيدون صغار بحال هادشي ديال ياخذ راه اتلاف ديال القرعه او جوج او ثلاثه، كيكون ديما الاحتياط باش كنا نتجاوبوا معاه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.